السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم نورة للوصفات. قبل ما نبدأ هذه الوصفة كنتمنى من اللي كيشاهدني لأول مرة باش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالي إن شاء الله. نبدأ على بركة الله مع هذه الحلوة البسيطة جدا اللي هي عبارة عن بسكوي بلاموس ديال الشوكولات. لهذا البسكوي غادي نحتاجه واحد الباكية ديال البسكوي على هذا الشكل، راه متواجد متوفر. كاين عاوتاني لاموس ديال الشوكولات وغنخلطوها مع لتر الا ربع ديال الحليب. وللتزيين التزيين كيبقى اختياري، انا غنزين بهذا القطع ديال الشوكولاته هكا. نبداو على بركه الله مع تطبيق هذه الوصفه. غنبداو دابا كنخدموا لاموس ديال الشوكولات، هي الاولى ناخذها هكا نخدموها مع الحليب. الحليب يكون بارد باش تطلع لنا هاد لاموس. انا كنخدم هاد لاموس ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالها كي داير. من بعد ما خلطنا الكريمه ديالنا كتجي على هاد الشكل. غادي ناخدو شي شويه باش نزينو في الاخر، وغنبداو دابا نقادو البسكوي ديالنا. ناخذ البسكوي ديالنا ونبقاو نديرو هكا بحال هكا. نزينو بحال هكا البسكوي ديالنا، نعاودو بسكوي اخر على هذا الشكل هكا، كنحطوه من الفوق ونعاودو نزينو هكا بالكريمه ديالنا. انا غنبقى على هذا الشكل تنكمل البسكوي ديالنا كله. هانتوما كما كتشوفوا كيجي طبقات، ونعاودو نديرو الكريم هكا ونديرو فوق منها بسكوي. انا غنستمر تنتلاقاو ونشوفو كيفاش جات الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا من بعد ما كملنا التزيين ديال البسكوي ديالنا، غادي دابا نديرو لاكريم الفوق هكا. انا غنكمل باش نزين ونشوفو الشكل النهائي كيفاش غيجي. كنزينو بحال هاد الطريقه هكا حتى كنغطيو البسكوي كامل. كما كتشوفوا الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل. من بعد ما قطعنا واحد الطريف ها هو، كتجي حلوه رائعه جدا وكتقدم بارده، كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد شويه. كنتمنى هذه الحلوه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش بحال ديما الى عجبكم هذا الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالي. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.